السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في النشاه الرياضيه حسم فريق المنامه الجوله الاولى من نهائي كاس السوبر البحريني لكره السله بتغلب على غريم التقليدي فريق النادي الاهلي ب 68 نقطه مقابل 63 في المواجهه التي اقيمت بين الفريقين على صاله اتحاد كره السله بام الحصى. المنامه بذلك قطع نصف المشوار للتتويج باللقب اذ تبقى عليه الفوز في المباراه الثانيه التي ستقام بين الفريقين يوم السبت المقبل. محليا أيضا حيث وصل فريق الحدة حامل اللقب دوري الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم نزيف النقاط عندما تعادل سلبيا من دون أهداف ضمن منافسة الجولة الثانية من المسابقة بهذه النتيجة ارتفع رصيد الفريقين إلى نقطتين فقط أعلنت إدارة نادي الرفاع الشرقي لكرة القدم ممثلة بالأمين العام أو الأمين المالية محمد الزايد وأمين السر صلاح الشاعر بالنيابة عن رئيس النادي الشيخ ناصر بن خالد الخليفة توقيعها لعقد رعاية من شركة أنفوناس للاتصالات لموسم واحد وبقيمة تصل إلى 25 ألف دينار بحرينية لتصبح بموجبها الراعي الرسمي للنادي الامين الماليه في النادي تقدم بالشكر للشركه على مبادرتها في تقديم الرعايه والدعم لنادي الرفاع الشرقي مع هذه الرعايه